Bilah anma töreni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
فرحين بما يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا
zellezî yansurukum min ba'dih. Ve'alallâhi felyetevekkelil mü'minûn. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Muhterem hocamız Ali Tel'e teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi de dua için Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez hocamızı davet ediyorum. Buyurun efendim.